بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة صاد، من الآية 50 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وهذه الآيات الكريمات هي خبر من الله عز وجل في صفة الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وهي من أمور الغيب التي لا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن بها، فإن الإيمان بأمور الغيب ركن من أركان الإيمان، فإن أركان الإيمان كما تعلمون ستة، ومنها الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشمل الحشر والنشر والبعث والنشور والحساب والميزان والحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب، أجارنا الله وإياكم من النار. فهذه أخبار ثابتة بالقرآن الكريم، وهي أثبت عند المؤمن من الشمس التي يراها بعينه، ومن كذب بها فلا حظ له في دين الله عز وجل، فهو تكذيب للقرآن بأكمله. وكثيراً ما يرد في كتاب الله عز وجل صفات الجنة لترغيب الناس فيها، ترغيب المؤمنين، ويكون أيضاً صفات العذاب والنار لترهيب الناس منها، ليكون الأمر واضح للإنسان وليعلم المصير والمآب الذي ينتظره يوم القيامة. والمؤمن يفرح بهذا النعيم العظيم ويسأل الله عز وجل أن يحقق له ذلك، فإن المؤمن يدعو الله رغباً ورهباً، رغباً في هذا النعيم العظيم الذي لا مثيل له، ورهباً وخوفاً من عذاب الله العظيم الذي لا مثيل له. ولهذا قال في صفة هذه الجنات: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وعدن يعني إقامة، لأنهم يقيمون فيها، جنات عدن يعني إقامة، يقيمون فيها دائما وأبدا، فإن الجنة لا تنتهي. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وأبوابها مشرعة، يدخلون من أبواب الجنة، يدخل أهل الإيمان، وإن كان فيها أبواب تسمى باب الريان للصائمين وباب الصدقة ونحو ذلك، لكن هذا المراد أنه يدخل أكثر الناس، أكثر المتصدقين من باب الصدقة، وأكثر الصائمين من باب الصيام، ويدعى بعض المسلمين الذين فتح الله عليهم في أبواب الخير، تدعوهم الملائكة كل أصحاب باب، تقول ادخل من هذا الباب، ادخل من عندنا من هذا الباب،
ولهذا لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب؟ يعني هل هناك من يدعى من جميع أبواب الجنة الثمانية؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، أرجو أن تكون، لأن له قدم صدق وسابقة في كل أبواب الخير رضي الله عنه وأرضاه، مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها. وهذا الاتكاء علامة الطمأنينة والراحة، فإن الاتكاء هو جلسة مريحة للشخص. وبعض العلماء يعتبر الاتكاء هو التربع، وليس كما يظنه بعضهم أن تنحني على يدك اليسرى واليمنى، بل هو التربع، هكذا فسره بعض العلماء، أنه متربع مرتاح في جلسته، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يعني يدعون، يطلبون من الذي يخدمهم أن يأتي ما يشتهون من الفواكه ومن الشراب. ومن نعمة الله عز وجل أن هذه الفاكهة التي يأكلونها وهذا الشراب لا يتعبهم، لا يتعبهم كما أن الإنسان في الدنيا يتعب من كثرة الطعام والشراب، ولا يحتاجون إلى الخلاء، لأن هذا الطعام والشراب يخرجه الله مسكاً مثل العرق الذي يخرج من جسد الإنسان، هذه الأطعمة تخرج عرقاً وهو مسك وطيب، وهذا من نعمة الله عز وجل وفضله الكريم. ومع هذا ليس النعيم مقتصر على الطعام والشراب، وإنما لهم أزواج وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وقاصرات الطرف لا تلتفت إلى غير زوجها، وهذا أكمل في المحبة، أنها لا تنظر إلى غير زوجها، تقصر طرفها على زوجها. وأتراب يعني في سن واحدة، فهن في غاية من الجمال، وهن في غاية من العفة، وقصر الطرف على أزواجهن، وهن في سن واحدة، في سن واحدة يعني في غاية من الشباب والنعومة والطراوة، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هذا ما توعدون ليوم الحساب، يعني هذا ووعد الله صادق لا محالة، فهذا وعد من الله عز وجل أن يحقق للمؤمن هذا يوم الحساب، يعني يوم يحاسب الناس ويجازون على أعمالهم، فهذا جزاء المؤمنين. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا رزق الله عز وجل الذي امتن به على عباده المؤمنين، لا انقطاع له، لا انقطاع له ولا ينفد البتة. ولهذا لما الناس يسمون هذه الدنيا الدنيا الفانية، يعني المنتهية، والدار الآخرة هي الدار الباقية التي لا تنتهي، وأضعف الناس عقلاً من يضحي بالباقية لأجل الفانية، لأن هذه فترة وتمر. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب مر على شجرة فقال تحت ظلها. فإن الذي يمر على شجرة في الظهيرة ويجد ظل هذه الشجرة فإنه يرتاح فيه قليلاً، وهو يعلم أن هذه الراحة قليلاً وأنه مرتحل، ولهذا لا يهتم بهذه الشجرة اهتماماً بالغاً، لأن المكث فيها قليل، وكذلك المكث في هذه الدنيا قليل، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، ولا يجاوز ذلك إلا القليل. ثم هذا القليل الذي يجاوز بكم؟ يعني غالباً أنه في حدود 100 أو نحو ذلك، وغالباً في آخر حياته لا يجد للدنيا طعماً ولا راحة فيها ونحو ذلك، فهي دنيا فانية منتهية
وأمامنا الدار الباقية، الله يجعلنا من أهلها جميعا. نعم. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، كما قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكما قال تعالى: عطاء غير مجذوذ، وكما قال تعالى: لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. وقال عن الجنة: أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، أجارنا الله وإياكم من النار. وكثيرا ذكر صفات الجنة ونعيمها في القرآن كثير، لتشتاق الأنفس، تشتاق الأنفس لهذه الجنة. وللإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتاب نفيس اسمه حادي الأرواح إلى بلد الأفراح، حادي الأرواح إلى بلد الأفراح، يعني يدعو الأرواح إلى أن تشتاق إلى بلد الأفراح وهو الجنة. ودائما إذا جاء التذكير لأهل الجنة بنعيمها يأتي التخويف من عذاب النار، فقد ذكر صفة أهل النار بعد نعيم الجنة، فقال: هذا، يعني هذا نعيم المؤمنين، وإن للطاغين لشر مآب، شر مرجع يرجعه الطاغي المتجاوز لحدوده الكافر بالله عز وجل. ودائما دائما يأتي الحديث عن المؤمنين الخلص، ويأتي الحديث عن الكفار الخلص، وأما المخلط فهذا بين وبين، وهو تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء عذبه الله عز وجل على قدر معاصيه ثم مصيره إلى الجنة، وإن شاء غفر له وكان من أهل الجنة. قال: وإن للطاغين لشر مآب، المآب المرجع، أسوأ مرجع يوم ينكشف الغطاء ويكون البعث والنشور ويرون الحقيقة، هناك الشيطان لا يوسوس لهم، وهناك يتضح لهم الأمر، لكن بعد فوات الأوان. جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا شر المآب، هذا هو جهنم، أجارنا الله وإياكم منها، التي ورد ذكرها في القرآن كثيرا، وأنها دركات، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأنها يحطم بعضها بعضا، فهي يعني شيء عظيم مهول، شيء لما يسمعه الإنسان يقشعر منه البدن من ذكرها. لكن هذا عقوبة الله عز وجل، لأنه كما أن الله عز وجل مغفرته واسعة ورحمته عظيمة، فإنه أيضا شديد العذاب ذو انتقام، فرحمته عظيمة وعذابه شديد. جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، يعني جهنم مهاد لهم، المهاد هو الفراش الذي يمهد للشخص، هذا الفراش، فالفراش الذي يقعون فيه ويحيط به من كل جانب هو جهنم، أجرنا الله وإياكم منها. والماء الذي يشربونه بين نوعين: حميم يعني بلغ الغاية في الحرارة، وغساق بلغ الغاية في البرودة. تصور إنسان يشرب ماء يغلي ثم يأتي فيشرب ماء أشد إيذاء له وهو قد بلغ الغاية في البرودة. وقيل أن الغساق هو صديد أهل النار، يعني الصديد الذي يتكون من إحراقهم بالنار، فإنهم أيضا يسقون مع الماء الحميم صديد من صديد وعصارة أهل النار. وآخر من شكله أزواج، يعني عذابات أخر لكنها أصناف، الشيء وضده، الشيء وضده،
والعياذ بالله، فهي عذابات متنوعة، وآخر من شكله أزواج، فهم في حالة تعيسة، إلا أن أرواحهم لا تنتهي، ما في موت، ولهذا يتخاصمون في النار، ويحصل بينهم المخاصمة والمعاتبة التي تزيدهم ألما وعذابا. ولهذا قال: هذا فوج مقتحم معكم، يعني هذا كلامهم، هم العتاة العصاة الداعين إلى الكفر والنفاق والشرك، يدخلون النار، ثم يأتي من أضلوه عن الطريق فيدخل معهم، يقتحم عليهم. ولهذا يقولون: هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، يعني ما في ترحيب، من الذي يرحب بأحد في النار؟ لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، يعني هؤلاء من أهل النار، والذي يقول هذا هم الذين قبلهم في النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، يعني أنتم الذين دعوتمونا لهذا، أنتم قدمتموه لنا، كنتم تزينون لنا الكفر، تزينون لنا النفاق، فبئس القرار، يعني بئس المقر الذي نحن وإياكم سوف نستقر فيه. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وهذا لا ينفعهم، يعني أنت معذب وهو معذب، لكنه من باب يعني الانتقام بس، لأنه كان سبب له إلى هذا الأمر. فقالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم قالوا: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، لأن الكافر الآن والمنافق نظرة للمؤمن أنه ضايع، يراه أنه شرير، يراه أنه ليس على الصواب، فينظر في النار فلا يراهم، فيقول: أين ذهبوا هؤلاء اللي كنا نضحك عليهم ونقول هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء لا خير فيهم. وهذا للمفتون بدينه، من كان على دين ويظن أنه صحيح، فإن الذي يعارض دينه يرى أنه يستحق السخرية منه وأنه من الأشرار. ولهذا تعجبوا لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم للتوحيد، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، كيف حصل هذا؟ والذين الآن يدعون المسلمين إلى الخروج من دينهم تشبها بالحضارة الغربية وما فيها من ما يسمونها مبادئ وقيم، ينظرون للمسلم الذي يكره الكفار ويبغض الكفار بأنه متطرف وأنه ضال وأنه ما يفقه الدين، فهم يسخرون منه ومن فهمه الضيق المتحجر، لأنه لا يسير على مبادئهم ولا على خطاهم. ولهذا وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا، يعني حنا كنا هؤلاء كنا نضحك عليهم ونظن أنهم ضالون، لكن أين هم؟ ما شانهم؟ ما الذي حصل؟ أم زاغت عنهم الأبصار؟ يعني هل هم في النار وحنا ما رأيناهم؟ ينظرون لهم ويقولون: أم زاغت عنهم الأبصار، يعني احتمالا يكونوا من أهل النار بس نحن ما رأيناهم. ثم قال الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يعني هذه الخصومة حق، وأنها تقع بين أهل النار. ثم خاطب الله عز وجل نبيه، هنا علق ابن كثير على بعض على أنواع من خصوماتهم التي يقولونها في النار، فقال، ذكر قول الله عز وجل: قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا في النار، وذكر ما يحصل
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني يشرف بعضهم على بعض ويتناقشون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ثم قال الله عز وجل مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، يعني أنا لا أملك هدايتكم، فإن الهداية بيد الله عز وجل، وإنما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة، يعني يبشر المؤمنين بما أعد الله لهم وينذر الكافرين مما ينتظرهم إنهم أشركوا. إنما أنا منذر، ولا يستطيع أن يهدي قلوبهم، فإن الهداية بيد الله عز وجل. ولهذا لما حرص الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الحرص على هداية عمه لما له عليه من فضل كبير، بل وللدعوة في بداية أمرها فكان له فضل، لكن الله حجب عنه الهداية، فإن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. أحيانا يسخر الله عز وجل رجل كافر أو فاجر فينصر به هذا الدين. ولو تأملتم قصة الذين مزقوا الصحيفة التي كتبت لمقاطعة بني هاشم وعلقت بالكعبة، فإنهم كفار تشاوروا فيها وهم لا زالوا كفار، لكن مما سخره الله عز وجل لنبيه والمؤمنين فإنهم قد اتفقوا على حصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحصر بني هاشم، لأنهم كانوا يدافعون عنه ولا يسلمونه لبني قومه، فحصروهم في شعب وقالوا لا مقاطعة اقتصادية، لا نبيع عليهم ولا نشتري منهم، لا يبيعون عليهم شيء ولا يشترون منهم، فأصاب المسلمين من الجوع الشيء العظيم جدا. فسخر الله بعض الكافرين الذين لم يسلموا وقالوا هذه قطيعة رحم وهذا ظلم ونحو ذلك، فاجتمعوا على تمزيق الصحيفة، فتشاور بعض زعمائهم بينهم وبين بعض، فاتفق أربعة منهم على تمزيق الصحيفة وأن هذا عمل لا يليق. فلما جاءوا في الصباح واجتمع المشركون، تكلم شخص وقال هذه الصحيفة الظالمة التي أثرت على بني عمومتنا لا بد من تمزيقها. فانتصب عدو الله أبو جهل ينافح، كيف يعني؟ لا بد أن تبقى حتى يرجعوا عن دينهم أو يسلموا محمد. فقام شخص آخر وهو قد اتفق مع الذي تكلم أول مرة فقال لا هذه صحيفة ظالمة، وهكذا. فقام واحد ثالث، ومن زعماء أهل مكة الذين لهم مكانتهم، فلما سمع الكلام قال هذا أمر دبر بليل، يعني هذا فيه اتفاقية بينكم، يعني فهم أن هذا ما يمكن أن يكون عفويا حصل كذا، قال هذا أمر دبر بليل، فإن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ولهذا لما حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هدايته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على هداية كل إنسان يدعوه، لكن حرص على عمه بزيادة، كان فأوحى الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية يمنعها الله عز وجل عمن يشاء، لأنه أصلا ولد للنار، يعني بعض الناس أصلا كتب يوم كتب كافرا، يوم كتب كافرا. ولهذا انظروا في قصة في سورة الكهف، قصة الغلام
الذي قتل وهو صغير لكنه مطبوع على الكفر فسوف يؤذي والديه، فأراد الله عز وجل أن يبدلهما خيرا من هذا الشقي وهو لا يزال صغير لكنه طبع كافرا، والله عز وجل بحكمته يعلم الذي أهل للإيمان والذي ليس بأهل للإيمان. ولهذا فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم النذارة، ولا يستطيع أن يكره الناس على الإيمان، لا يستطيع أن يكره الناس على الإيمان، وإنما ينذرهم فقط، هذا هو النذار. وهل هذه يعني بقيت أنه ليس عليه إلا النذارة فحسب، أما أنه في آخر الأمر أمر بجهادهم، أمر بجهادهم لإخضاعهم لدين الله عز وجل. ولهذا لما تجدون بعض العلماء يقول هذه الآية منسوخة، يقصد أنه ليس مجرد أنك تنذر وتبشر بل تأطرهم على الحق أطرا، لكن هل ممكن أن تدخل الإيمان في قلوبهم؟ ما يمكن، ما يمكن أن تدخل الإيمان في قلوبهم، لكن تخضعهم لسلطان الدولة الإسلامية، تخضعهم للشريعة العامة، ومن أصر منهم على دينه فيبقى خاضع للمسلمين ويدفع لهم الجزية، فهي أقرب ما تكون مخصصة وليست منسوخة، فإنه لا زال منذر لكن مخصصة، أنه ليس يكتفي بالنذارة فحسب، وإنما يجاهدهم عند الاستطاعة، إذا استطاع ذلك فإن التكاليف الشرعية كلها مربوطة بالاستطاعة، الصلاة بالاستطاعة، الحج بالاستطاعة، الجهاد بالاستطاعة، فإذا عجز المسلم سقط عنه الواجب، لكنه يبقى أنه مستعد له لهذا الواجب، مؤمن به، يتمنى أن يحصل شرطه. ولهذا لما جاء في صفة الطائفة المنصورة قال عن الطائفة المنصورة بأنهم الباقين على أمر، يقاتلون على أمر الله إلى قيام الساعة، يقاتلون على أمر الله إلى قيام الساعة، والمعنى أنه إذا تحقق الشرط، إذا استطاعوا فإنهم يقاتلون. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، يعني ما تستطيع تنسخ الجهاد، وماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، يعني لا تقول هذا فاسق لا أجاهد معه الكفار، لأن مصلحة الجهاد ترجع إلى الإسلام، فباقي إلى قيام الساعة، بمعنى أن الفريضة لا يمكن أن تنسخ، يعني لا يمكن أن تتفق مع الكفار على نسخها وتقول نلغي الجهاد من الإسلام، هذا لا يمكن إلغاء الفريضة، لكن ممكن أن تعقد معهم هدنة في حال العجز، إذا عجزت عن ذلك فتعقد هدنة، إذا عجزت عن حربهم فإنك تعقد معهم هدنة، وأحيان تعقد هدنة ولو لم تعجز، وإنما المصلحة في الهدنة فتعقد هدنة. وفرق بين النسخ والهدنة، النسخ أن تلغيه من الشريعة، لا تعلمه، لا تدرسه، لا ترغب فيه، لا تذكر فضائله، لا تذكر فضائل الشهداء، فهذا جريمة، إلغاء شريعة من شرائع الدين، وإنما لا تمارسه للعجز أو لهدنة رأيت أن المصلحة الشرعية فيها، وليس المراد بالمصلحة هي مصلحتك الشخصية أنك تبقى في دعة وسعة وطمأنينة، لا، المراد هو مصلحة الإسلام، أين تكون مصلحة الإسلام؟ في جهاد أم في غيره؟ ولهذا رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين مشرك مكة هدنة، وهو الذي يسمى صلح الحديبية، عقد معهم هدنة وجعلها الله فتحا عظيما هذه الهدنة، لأنه في أيام الهدنة اختلطوا بالمسلمين وسمعوا الآيات وغير ذلك، فدخل منهم خلق كثير في الإسلام.
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، يعني ما من إله، والإله هو الذي تصرف له العبادة، والمراد ليس هناك من تصرف له العبادة إلا الله الواحد القهار، القهار الذي خلق قهر الخلق جميعا، الذي ملك الكون وصرفه، فهذا هو الذي تصرف له العبادة. فهل فيه أحد يسمى الواحد القهار غير الله؟ هل ممكن أن تسمي نبي بأنه الواحد القهار؟ ما يمكن. هل ممكن أن تسمي ولي بأنه الواحد القهار؟ ما يمكن. فهنا ينص على أن العبادة لا تكون إلا للواحد القهار، ومعنى الواحد القهار المتفرد، المتفرد بقهر الخلق وملكهم وتدبيرهم، وهذا هو الله عز وجل. فإذن العبادة لواحد، وهذه مشكلة أهل الإشراك، أنهم يعبدون الواحد القهار لكن يجعلون معه من يقدم له العبادة. والله عز وجل يقول وما من إله، يعني ما يستحق العبادة أحد إلا الواحد القهار الذي إيش؟ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، هذا الذي يستحق العبادة. فهل في أحد من الأنبياء ممكن تسميه رب السماوات والأرض؟ ما يمكن. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، هل في أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما يمكن. ولهذا لو يتأمل الذين يطوفون بالأضرحة ويقدمون لها الشعائر التعبدية من الذبح والنذر ونحو ذلك لعلموا أن العبادة ما تصلح إلا لرب السماوات والأرض، لا تصلح إلا لمن يغفر الذنوب، لا تصلح إلا لله الواحد القهار. لو تأملوا ما في أصرح من هذه الآيات، أصرح من هذه الآيات ما في. ولهذا تجدهم يقرؤون القرآن وهو عند الضريح وجايب له معه نذر ويقرأه، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض. مصيبة، مصيبة في هذا الزمن، مصيبة عظيمة. يقرأ كلام ما يستوعب ماذا يقصد، يقرأ كلام لا يستوعب ما فيه، ولو كان يستوعب ما فيه لاستوعب ما في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن وهو يقرأها في كل ركعة، بل المسجد اللي فيه الضريح ويأتي ويصلي فيه يقرأ فيه إياك نعبد، والخطاب لله عز وجل، إياك نعبد يعني لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. ثم بعد قليل يقول يا سيدي فلان، طيب هذه استعانة ولا ما استعانة؟ والكلام اللي قرأته قبل قليل في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أين ذهب؟ فسبحان الله العظيم، عقول متحجرة. السبب الوحيد هو إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا الحجة الوحيدة. ولذلك لما ناقشهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعبودات وجدنا آباءنا عليها، طيب وإذا وجدت باك عليك ما تحيل ولا خلاص؟ قالوا هذا من متى، هذا قبر السيد البدوي من متى هو موجود هنا والناس كلهم كذلك، ويقرأ قرآن وهو لا يعرف معناه، هذه المصيبة، لا يعرف معناه أطلاقا. ولذلك يعني تعليم الناس هذه الآيات ومعانيها والرجوع إليها مما ينبه عقولهم، وكثير ما يتنبه بعضهم إلى أن الذي يمارسونه إنما هو ضد هذه الآيات بكاملها. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما هذا النبأ العظيم؟ يعني هذا القرآن الذي يخبرهم به وخبر يوم القيامة والحشر والنشر، هذا نبأ عظيم، لا شك أنه نبأ عظيم، شيء يحدد مصيرك، خبر يحدد مصيرك، يتحدث عن مصيرك أنت، هذا نبأ عظيم لا بد أن تكون يعني تهتم به غاية الاهتمام. لكن المشكلة أنتم عنه معرضون، لا يعنيكم،
ولذلك بعض من الناس يسمع هذه ما كأنها له، ولكن القرآن أنزل له أصلا. كثير من الناس الآن يظنون القرآن أنزل يقرؤونه للبركة في المناسبات فقط، إذا جاء افتتاح ولا مناسبة جابوا واحد يقرأ اقر لنا آيتين ويقرأ فيما ينادي الآيات التي تتعلق بالمناسبة التي هو يتحدث عنها، إن كان مشروع زراعي يقرأ في الزراعة، إن كان مشروع صناعي يقرأ في الصناعة، وهكذا. يظنون القرآن لأجل هذا فقط، أو لأجل أن تقرأه في المقابر عند الأموات إذا ماتوا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام وحددوها بثلاثة، دائما ثلاثة، لا يزيدون ولا ينقصون، ثلاثة بس. منين جابوا الثلاثة ما تدري؟ ثلاثة أيام إذا مات الميت عندهم، وخاصة الميت العظيم، أقفلوا الأغاني والموسيقى ثم شغلوا القرآن. هل لهذا جاء القرآن؟ القرآن جاء لهذا؟ فشغلوا القرآن ثلاثة أيام، انتهت ثلاثة أيام راجعوا على مراكيهم وشغلوا الأغاني. مات شخص عظيم بعد ذلك، قفلوا هذه وشغلوها. من أين هذا التلاعب بكتاب الله؟ من أين أتوا به؟ من أين أتوا بهذا التلاعب بكتاب الله عز وجل؟ أنت مرجعك إلى القرآن، أخلاقك من القرآن، أحكام عباداتك من القرآن، أحكام معاملاتك من القرآن. الزوج يجد فيه أحكام أسرته، الحاكم يجد فيه أحكام دولته. أين أنت من هذه؟ يعني لو كانوا يعقلون ما يعني اهتموا بهذا القرآن اهتماما عظيما وعلموه لأنفسهم ونسائهم وأولادهم إلى غير ذلك. تدرون بعض البلدان الإسلامية لا يدرسون القرآن أصلا، يعني تجد الابتدائية والمتوسط والثانوي ما يدرس هذا الشيء أصلا، ما يدرس. طيب أنت خلقت للدنيا ولا للدين؟ متى يدرسه الناس؟ من الذي يدرسهم؟ أنت مهمتك إيش؟ فهذا إعراض واضح، أنتم عنه معرضون، هذا إعراض واضح عن دين الله عز وجل، إعراض عما خلقوا من أجله. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يعني هذا الكلام والأخبار الذي يأتينا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعلم الغيب هو لا يعلم الغيب إلا أنها توحى إليه، فهو يقول أنا من أين أتيكم بها لولا أن الله عز وجل هو الذي يخبرني بها، وإلا هو لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. هذا أمر معلوم، لأن علم الغيب المطلق من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من مسائل من أمور الغيب هي في ما أوحاه الله عز وجل عليه، ولهذا تأتي أحداث كثيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم فيها شيئا، البتة ما يعلم فيها شيء، وينتظر الوحي حتى يوحى إليه. لكن هذا اختصام الملأ الأعلى، والمراد بالملأ الأعلى الملائكة. الملأ الأعلى هم الذين في السماوات أو فيما بين السماوات، ويختصمون يعني يحصل بينهم محاورات، يتحاورون في أشياء، ومنها ما ذكره الله عز وجل عندما خلق آدم كيف صارت المحاورة في هذا. وإن كان هنا ابن كثير أورد حديث فيما يختصم فيه الملأ الأعلى، وهو حديث رواه الإمام أحمد بسنده، قال عن معاذ رضي الله عنه قال احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا أن نتراءى قرن الشمس، يعني أنه ما خرج لهم في الفجر كالعادة،
تأخر قليلا حتى كادت الشمس أن تطلع، لكن ما طلعت الشمس، وذلك أنه أخذته نومة صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، فصلى وتجوز في صلاته. فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم: كما أنتم. ثم أقبل إلينا فقال: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي. وهذا عادته صلى الله عليه وسلم، يعني غالبا في ثلث الليل الأخير عندما ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، كان صلى الله عليه وسلم يقوم في هذا الوقت الفاضل ثلث الليل. قال: قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استيقظت، يعني قبل الفجر بعد أن صلى ما قدر له جاءه نعاس. قال: فنعست في صلاة، يعني نمت. قال: فإذا أنا بربي في أحسن صورة، يعني رأى في النوم أنه جاءه ربه في أحسن صورة. قال: فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. أعادها ثلاثا، فرأيته وضع كفه بين كتفي، حتى وجدت برد أنامل بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت، يعني كشف الله عن قلبه فعرف كيف يجيب على هذا السؤال. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام في الجماعات، نقل الأقدام في الجماعات، يعني لحضور صلاة الجماعة، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، يعني لما يكون في برد شديد ولا حر شديد، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. قال ابن كثير، وهو حديث المنام المشهور: ومن جعله يقظة فقد غلط، يعني من ظن أنه جاءه ربه وهو في يقظة فقد غلط، وإنما هو يرؤيا منام، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، الله لا يرى في الدنيا، وإنما هذا حلم، يعني رؤيا منام. قال: وهو في السنن من طرق، وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم ابن عبد الله اليمامي، وقال: حسن صحيح. وهنا علق المحقق محقق الكتاب، علق على ما على سند الإمام أحمد، وقال: أخرجه الإمام أحمد بسنده وضعفه محققوه، يعني الذين حققوا مسند الإمام أحمد ضعفوا هذا الحديث لسبب اضطرابه، قالوا: لاضطرابه ومداره على عبد الرحمن بن عائش. قال: ولكن لبعضه شواهد، يعني بعض ما جاء في الحديث هذا له شواهد من أحاديث أخر. على كل، الاختصام الذي ذكره جاء في القرآن هنا: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ليس هو هذا الرؤيا، وإنما جاء بعده من في قضية خلق آدم.
وهو المذكور، يعني أنا لا أعلم الغيب، ولو أنه لم أوحي إلي هذا خبر آدم ما عندي علم بذلك. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذه يعني هذه بداية الخلق، بداية الخلق الناس، أن الله عز وجل خلق أباهم آدم من تراب وكرمه وشرفه وخلقه بيديه. وهذا نص القرآن يكذب هذه النظرية التي يتبناها اليهود المسمى نظرية التطور والنشو والارتقاء، التي تقول إن الخلق تطوروا حتى وصلوا إلى مرحلة القرود، ومن القرود تطوروا إلى إنسان. ومع الأسف الشديد أن بعض أبناء المسلمين يدرسونها في مدارسهم، يعني معارضة لنص القرآن أن الله خلق آدم وشرفه وكرمه وأسجد له ملائكته. هذه النظرية معارضة لها، التي تسمى نظرية داروين. وهذه النظرية تبناها اليهود، لأن اليهود يحاولون إفساد عقائد الناس، تبنوها حتى يشككوا الناس في كتاب الله وفي الوحي. لأن قصة خلق آدم ليست في القرآن فحسب، بل هي مذكورة في التوراة والإنجيل. فهم يريدون أن يوحوا إلى الناس بأن هذه الكتب كذب وليست بصحيحة، بدليل أنهم اكتشفوا قصة الخلق وأن قصة الخلق ليس كذلك. ثم يأتي الأتباع الجهلة الذين يأخذون ما جاء من الغرب بغثه وغثيثه، ثم يجعلونها من النظريات التي يدرسون لها لأبنائهم. وليست هذه النظرية فحسب، بل في نظريات أخرى هادمة للأخلاق، مثل نظريات فرويد في علم النفس، الذي يرى أن الأمراض النفسية سببها العفة. يرى أن الإنسان الذي يكون عفيف ولا يطلق لشهواته العنان فإن هذا يصيبه عقد نفسية فيصيبه المرض النفسي. انظروا يعني قاتلهم الله كيف يروجون لهدم الفضيلة والعفة بمسمى العلم، بمسمى العلم والنظريات، وأن هذا وصل عن طريق الأبحاث ونحو ذلك. معنى ذلك أن ما جاء به الأنبياء وهذا كله حطه على جنب، وأنه كله كذب، لأنهم لا يؤمنون أصلا. طبعا اليهود يؤمنون بالتوراة، لكنهم التوراة عندهم مقيدة بالتلمود. التلمود هذا يعني نظرة للناس على أنهم أصلا ما خلقوا إلا لخدمة اليهود، ونظرة لهم أيضا أنك إذا أفسدت عقائدهم فهذا من مصلحة اليهود، لأن اليهود متى يستحمرون البشرية؟ يستحمرون البشرية إذا صاروا بدون عقائد يدافعون عنها. فهم يريدون أن يفسدوا عقائد الناس، وعندهم هذا التلمود يقول يعني من أفسد عقائد المسلمين فهو، حتى غير المسلمين، من أفسد عقائد الناس حتى يجعلهم حمير بدون عقائد فإنه يؤجر عند الله عز وجل.
فهم يتقربون إلى الله عز وجل بمثل هذه العقائد الشنيعة، وإلا كيف تتضافر وسائل إعلامهم على نشر هذا الهراء الكذب في الذي يعارض نص القرآن؟ والعجب ليس منهم حقيقة، العجب ليس منهم، العجب من المنتسبين للإسلام كيف يروجون هذه النظريات في بلدانهم وعند أبنائهم وفي وسائل إعلامهم. فالله عز وجل لما خلق آدم خلقه من طين وسواه، يعني في أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له. وسجود الملائكة له ليس لأنهم يعبدونه، ليس سجود أنهم يرونه رب العالمين وأنهم يتألهون له، لا، فهم يعرفون رب العالمين، وإنما طاعة لرب العالمين، طاعة لرب العالمين، فهم يفعلون ذلك طاعة لرب العالمين. فهذه الحالة مستثناة، وإلا فإن السجود عبادة لله لا يصلح إلا لله، لكن هذه الحالة مستثناة لأنها بأمر الله عز وجل، فإن العبد هو الذي يطيع الله عز وجل، العبد هو الذي يطيع الله عز وجل، فمستثناة هذه الحالة وهي السجود لآدم لأنها بأمر الله عز وجل. فإذا كان الشيء بأمر الله فأنت تنفذه طاعة لله عز وجل، وهذا فيه نوع من الشبه من تقبيلك للحجر الأسود. فإن الإنسان الآن لو بحث عن حجر وقبله وتقرب إليه قلنا هذا شرك، فإذا التزم الحجر الأسود وقبله قلنا هذا سنة لأنه بأمر الله، والعبد هو الذي يتابع أمر الله عز وجل. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه وأراد أن يقبل الحجر الأسود قال بصوت مسموع يسمعه الناس حتى يعلمون لماذا يقبل الحجر الأسود، ليس تقديس للأحجار، ليس عبادة للأحجار، وإنما بأمر الله عز وجل. فقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني العبادة ليس لك، هذا السلام ليس لك، لله للآمر، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فكذلك حالة آدم هنا مستثنى، وإلا فإن السجود وسجودهم له ليس عبادة، لا نقول أنهم عبدوا آدم وعبدوا الله، لا، سجودهم لآدم ليس عبادة، وإنما سجودهم لآدم ليس سجود التأله الذي هو تعبد على أنه رب العالمين يوجهون له العبادة، لا، وإنما إطاعة للأمر. ففي النهاية هو عبادة للآمر وهو لله سبحانه وتعالى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهذا الاستثناء ليس لأن إبليس من الملائكة، وإنما لأنه كان في الملأ الأعلى وكان الأمر توجه للحاضرين، فالمراد أن لكن إبليس ما سجد لأن أصله من الجن، فلذلك والعياذ بالله تكبر على أمر الله، وليس تكبر فحسب بل طعن في حكمة الله، يعني أن أمرك هذا في غير محله فأنا خير منه، يعني عنده المفروض أن آدم يسجد له، السبب أنه مخلوق من طين وهذا من نار، فهذا اعتراض على إيش؟ اعتراض على الله. فالذي يعترض على الله عز وجل هذا لا شك في كفره، وهذا من أخبث أنواع الكفر، أن تعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى، أن تعترض على حكمة الله وترى أنها في غير محلها. فإن الإنسان قد يقع منه خطأ، لكن هل الخطأ هذا استكبار على الله، اعتراض على حكمة الله، طعن في حكمة الله؟ هذا من أخبث أنواع الكفر، ولهذا عقبه الله هذه العقوبة والعياذ بالله، أنه بقي داعية إلى الضلال إلى يوم القيامة، ثم يكون في نار جهنم. فهو الآن
شغال هو وأتباعه شغال في صد الناس عن دين الله، شغال في هذا شغله، يعني في أخص عمل وهو صرف الناس عن الحق، فهو شغال فيه، وطلب الله عز وجل أن ينظره إلى يوم القيامة. لكن لاحظوا هذا الشيطان، هذا إبليس يعرف الله وخاطبه ويقول بعزتك، فيعرف أنه عزيز ويعرف أنه في بعث، ومع هذا من أخبث الكافرين. فعلشان تعرفون معنى الإسلام، أن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل مع التعظيم والمحبة والخوف والرجاء، هذا الإسلام. أما كونك تعترف أن الله موجود أو أن الله خالق الكون، هذا ما ليس وحده ينفعك، لابد من استسلام القلب والجوارح لله رب العالمين. وبعض من الناس عنده يقول لا إله إلا الله، تقول وش تقصد بلا إله الله؟ قال قصدي ما في موجود، ما خلق الكون إلا الله، الله خالق الكون. هذا ما هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله ليس كذلك، معنى لا إله إلا الله أن تستسلم لله وأن تتأله له بقلبك وجوارحك. فبعض من الناس ما يعرف إلا ما عرفه الشيطان فقط، إنه خالق فقط. وهذا الذي سهل على كثير من الناس الوقوع في الشرك، إنه ما يعرف معاني ألفاظ القرآن الكريم وما تدل عليه. نعم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج، لكن هذا من جهله أيضا، لأن لا يدل على أن من خلق من النار أفضل ما خلق من الطين، ويكفي أن الله خلقه بيديه، يعني يكفي أن تشريفا وتعظيما أن الله خلقه بيده. باقي المخلوقات مثلا يقول له الله كوني فتكون، أما هذا من تشريف الله أن الله خلقه بيده. قال فاخرج منها فإنك رجيم. منها الضمير راجع إلى أي شيء؟ منها، اخرج من الجنة، فإنك مرجوم مطرود من رحمة الله، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يوم القيامة، يوم المجازاة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني إلا من خلص قلبه لله فهذا. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، يعني من تبعك منهم فسوف يكونون من جثى جهنم. وهذه قدرة الله عز وجل، وهذه حكمته في هذا الكون، ولا شك أن فيها في هذه الحادثة وفي غيرها لا شك أن فيها من الحكم العظيمة. ولولا وجود هذا الصراع بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك لما يعني قامت الفضائل والعبادات والاستغفار والدعاء والجهاد إلى غير ذلك. يعني هذا الخلق بهذه الكيفية حكمته ظاهرة للعيان. لو ما في ذنوب مثلا، هل يستغفر الإنسان ربه؟ ما يستغفر. لو ما في جنة ونار، هل ما في جنة نار، هل يستغفر؟ هل يتورع عن شيء؟ ولذلك انظروا الملاحد الذين لا يؤمنون بجنة ولا نار كيف يفسدون الحرث والنسل، لأنه ما متوقع أن فيه حساب، يعني عنده استعداد يقتل آلاف من الأطفال وآلاف من النساء ويفعل ما يشاء بدون. انظروا إلى الملاحد الآن ماذا يصنعون في زمننا الحاضر، انظروا كيف يصنعون، لأنه ما هو وارد عندهم المجازاة أصلا، ما هو متوقع أصلا. فلولا يعني وجود التكليف، وجود الرسل، وجود الخلق للعبادة، وجود الجنة والنار، ما حصلت هذه الفضائل. وهذا مقتضى أسماء الله وصفاته، مقتضى أسماء الله وصفاته أن يكون الخلق بهذا الكون وبهذه الكيفية
فتتحقق أسماء الله وصفاته في التعبد بها والاستغاثة بها والنداء لها. هذا يعني مما جاء في هذه القصة العظيمة. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني قل يا محمد للناس الذي تدعوهم إنني أنا ما أتيتكم أدعوكم عشان أخذ من أموالكم شيء، أدعوكم مكلف من الله نذير. وما أنا من المتكلفين يعني ما عندي زيادة على ما أوحى الله عز وجل علي من القرآن والحكمة، ما عندي شيء، لا أزيد ولا أنقص، ما أوحي إلي أبلغه إليكم، ولا أسألكم عليه أجر. وهذا من دلائل نبوته، يعني هذا الجهد الذي يبذله في الدعوة والنذارة والصبر وهو لا يريد أجر، ما يريد منهم شيء من هذه الدنيا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني هذا القرآن العظيم هو ذكر للعالمين، يتذكر من تأمل فيه في براهينه ودلائله وفي وعده وفي وعيده. وسوف تعلمون نبأه بعد حين، بعض المفسرين قال تعلمون نبأه عند الموت، وبعضهم قال يوم الحشر ويوم النشر ويوم القيامة، وكلا القولين حق. فإن الإنسان إذا عاين الملائكة اتضح له الأمر، إذا عاين ملائكة الموت اتضح له الأمر وعلم هذا الأمر، ويوم القيامة يتضح الأمر أكثر للناس. وبهذا نكون قد أتممنا تفسير هذه السورة الكريمة، سورة صاد، ويكون بعدها سورة الزمر، نؤجل الحديث عنها إلى الدرس القادم بإذن الله. وأكتفي بهذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.